التمور إحدى المنتجات التي باتت تنتشر في العالم وليس في الدول الإسلامية فقط، ويراها البعض منافسا قادما للشوكولاتة. ويبلغ الإنتاج العالمي للتمور 9,200,000 طن سنويا، في حين تمثل حصة السعودية منه أكثر من 1,500,000 طن سنويا. ويبلغ عدد النخيل في السعودية 33 مليون نخلة من 120 مليون نخلة في العالم. وضمن المعرض الدولي للتمور المنعقد مؤخرا في الرياض، عرضت منتجات متنوعة من التمور الخام والتمور المصنعة. منذ أن انطلقت الرؤية السعودية 2030، جعلت ضمن المستهدفات الخاصة فيها أن يكون منتج التمور على خارطة الأسواق العالمية، لتصبح المملكة العربية السعودية الدولة المنتجة الأولى والمسوقة للتمور في العالم. وتسعى المملكة إلى تعزيز صادراتها من التمور إلى الأسواق العالمية، حيث مثل حجم صادرات المملكة من التمور 927 مليون ريال من أصل صادرات العالم من التمور، والبالغة 9,200,000,000 ريال بحسب آخر أرقام مركز النخيل والتي زودنا بها عند إعداد هذا التقرير. وهذا يتم بتصنيع التمور وجعلها منافسة أكثر، وهو ما تعرضه المصانع المحلية في المعرض الدولي للتمور. سوق التمور الحمد لله يمكن من سنتين في نضج عالي، أصبحت ذائقة الناس أيضا له بشكل كبير جدا، خصوصا بعد دخول المتغيرات على التمور، مثلا التمور المحشية، التمور بالشوكولات، هذه عطت أدد فاليو حقيقة للسوق التمور بشكل عام. الأنواع المرغوبة الآن حاليا المعاميل، التمريات، التمور المحشية باللوز وبالمكسرات، المغطس بالشوكولاتة، بديل السكر اللي هو التمر يكون ناشف ويطحن ويكون بدل السكر مباشرة. ويزداد الطلب على التمور محليا وعالميا، وهو ما يدفع الكثيرين من محبي التمور لزيارة المعارض المتخصصة بهذا المنتج. التمر شيء أساسي بالنسبة للبيت، للعائلة، لصاحب العائلة، كونه التمر فوائده كثيرة جدا للأطفال، للنساء، للكبار السن، فيها التمر مجموعة عناصر مهمة للجسم. أنا أحب حلوة الجوف، أروح الحايل أتعنى وأجيبها من بس هذا اللي أحبه، ولا التمر كله نعمة طيبة، وتمر القصيم اللي هو خلاص القصيم حلو اللي وخلاص مبلحسه حلو، بس مو كله يعني شكله يمشي. إذن يبقى للتمور محبيها والراغبين بها، لا سيما مع استمرار التفنن في إنتاجها وتصنيعها ضمن أنواع متعددة من الحلويات. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض.